السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة الحصول على كروت BSN، كروت بلاي ستيشن، كذلك كروت إكس بوكس، كروت آيتونز خاصة بهواتف iOS، كروت بلاي خاصة، سوق بلاي خاصة بأجهزة الأندرويد، كذلك يعني رصيد أمازون، باي بال، عديد من الأشياء تستطيع الحصول عليها بجمع النقاط. نعم، سأشرح في هذه الحلقة طريقة الحصول على نقاط تمكنك هذه النقاط من الحصول على رصيد تستعمله في أي شيء تريده. فعلى سبيل المثال في هذه الحلقة سأستخدم هذه النقاط للحصول على 10 دولار BSN أو بلاي ستيشن. الطريقة تعتمد على جمع النقاط كما قلت لكم. كيف تحصل على هذه النقاط؟ يوجد كثير من البرامج والكثير من الخدمات، منها وأشهرها خدمة Free My Apps، كذلك Free Apps Fast، أيضا App Bounty، Future Points، العديد من الأشياء الأخرى، وكذلك البرامج والمواقع الأخرى التي تقدم لك هذه الخدمة. في هذه الحلقة سأشرح Free My Apps بسهولة. يمكنك يعني الدخول إلى الرابط، سوف تجده أسفل الفيديو، Free My Apps، تجد مجموعة كبيرة من البرامج، على حسب البرنامج تحصل على مجموعة من النقاط، وعلى حسب النقاط تحصل على مبلغ مالي لأي خدمة تريدها بكل سهولة. في هذه الحلقة سأريك الإثبات في الدفع، أيضا أنصحك باستخدام VPN لتظهر لك الكثير من البرامج عندما تنتهي كل البرامج، وكل يعني البرامج التي تجدها بالVPN تكون يعني النقاط التي توجد بها أكثر من التي تدخل إليها بالIP العادي الخاص بك وبدون استخدام VPN. الآن سنمر إلى الشرح العملي وأريكم التطبيق والنقاط التي قمت بجمعها وكيف سأحصل على الرصيد وأستخدمه في الحصول على رصيد BSN. ابقوا معي. إذا المشاهد الكريم، في البداية ستدخل إلى رابط freemyapps.com، سوف تجد الرابط أسفل الفيديو في الديسكريبشن. يوجد ثلاث أقسام من هذا القسم الأوفرز، هنا تجد العديد من البرامج والعديد من التطبيقات، تطبيقات رائعة ويمكنك يعني الاستفادة من تنزيل التطبيقات، بعد تنزيل استخدامه ربما يعجبك. أمام كل تطبيق يوجد النقاط التي تحصل عليها، من هنا 72 54 47. وقبل المرور إلى تنزيل التطبيقات أنصحك دائما باستعمال VPN حتى تحصل على مجموعة كبيرة من التطبيقات، وفي حال انتهاء التطبيقات ولم يظهر لك تطبيقات استعمل VPN آخر أو دولة أخرى، واتصل بدولة أخرى حتى تظهر لك تطبيقات أخرى. هنا يظهر لك عدد النقاط التي قمت بجمعها. من الخيار الثاني أو الجيفتس هنا سترى الأشياء التي يمكنك الحصول عليها، كما ترى 1 دولار أمازون ب 300 نقطة، 15 سبوي جيفتس كارد يعني ب 4500 نقطة، العديد من الأشياء. من القسم شيء تستطيع أيضا الحصول على النقاط بتغريد هذا التطبيق، يعني البوست في أو نشر منشور في الفيسبوك، الاسم أيضا رابط الإحالة الخاص بك يمكنك نشره والحصول على نقاط مقابل ذلك. إذا بعد جمع النقاط ستذهب إلى الجيفتس هنا وتختار الذي تريد، يعني الشيء الذي تريد شرائه باستخدام هذه النقاط. فعلى سبيل المثال سأستخدم بلاي ستيشن جيفتس كارد. إذا نضغط على بلاي ستيشن جيفتس كارد، يظهر لنا هنا التأكيد، أضغط على أوكي، وبعد ذلك يدخل لك إلى صفحة جديدة Congratulations، وهنا يظهر لك الكود أسفل الفيديو أو أسفل يعني هذه الصفحة، عفوا الكود هذا يعني قم بلصقه في حسابك سواء كان كارت بلاي ستيشن أو كارت آيتونز. إذا سأخذ هذا الكود وأقوم بإضافته إلى حسابي في البلاي ستيشن هنا عندما أدخل إلى الحساب، للإشارة في أن حسابي لا يوجد به رصيد أبدا، فرصيدي كما ترى هنا 0 دولار كما ترى أمامك. الآن سأختار أو سأضغط على ريديم هنا كما رأيتم، وأقوم بإدخال الكود الذي أعطاني إياه موقع في ماي أبس. إذا بعد إدخال هذا الكود سأضغط على Continue. كما ترى مشاهدي الكريم أضيف إلي ده، يعني كما ترى هل تريد إضافة 10 دولار؟ أضغط على Yes I agree. الآن أنتقل إلى القسم الذي أريتكم فيه، أني لا أملك ولا دولار، الآن أملك 10 دولار كما ترى أمامك، وأستطيع الشراء بها واستخدامها شراء يعني سلاح في لعبة، شراء أي شيء. كذلك الأمر بالنسبة للآيتونز وسوق بلاي وغير ذلك. الآن أملك 10 دولار كما ترى أمامك بفضل تطبيق Free My Apps. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، ورجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب. زر سبسكرايب يطل الآن أسفل الفيديو على يمينك، ونقوم بالنقر علي قبل نهاية الفيديو للتوصل بجديد الحلقات شبه يومية فقط على مدونة العالم الافتراضي th3vw.com. لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحة العالم الافتراضي على الفيسبوك. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.